السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة رجاء التعليمية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال. النهاردة ان شاء الله الحلقة الثالثة، وهي في تأسيس اللغويات اللغة الانجليزية سؤال واجابة. هنبدأ كده مع بعض عشان ما نضيعش وقت. How are you؟ يعني كيف حالك؟ الاجابة بتاعتها هتكون عاملة ازاي؟ فت دي اللي هي الإجابة بتاعتك اللي انت هتجاوب بيها، يبقى أويان هي جزء الإجابة. يبقى هنا احنا يعني هنعلم الطالب لو هو عنده استقبال عالي، فهنقول له أر يو في السؤال هتقلب لي أويان في الإجابة. يبقى أر يو في السؤال هتقلب لي أويان في الإجابة، وهنشوف احنا الصفة أو الحالة اللي احنا فيها ايه. يعني أويان يعني أنا مريض. I am happy، أنا سعيد. يبقى how are you السؤال بتاعه اللي هو كيف حالك، how are you، ونتمرن عليها إحنا في البيت مع الأولاد. يعني أنا أسأله أقوله إيه، how are you today، كيف حالك اليوم، هيقول لي إيه، I am not good، I'm not good، يعني أنا مش كويس إلى حد ما. I'm bad, I'm ill, I'm good، وهكذا. يبقى مدرب على كذا صفة. طيب هنا هو إيه؟ I am fit، يعني أنا قوية العضلات أو البنية. I am fit, I am fit. ومن هنا هناخد الصوتيات بتاعت النهاردة، ومعانا الليدر I في الصوت بتاعه أو الساوند بتاعه. يلا نراجع عليه كده ونشوف بيقول إيه. الصوت ده اي اي اي، طب نسمعه في الكلمات ب ب ب اي اي بيت بيت سيت سيت سيت، طبعا الاس والاي والديت سيت، الاتش والاي والديت هات هات هات. طب نكمل الاف والاي والاس اتش مع بعض، ده ساوند واحد بيقول لنا ايه، يبقى تاني الاف والار والاس اتش، يبقى ف ش ف ش ف ش. تمام، نعلمها له كده الدبليو و و و والار اي 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 والجي ج وك وك، اللي هي الباروكة الشعر وك. طيب الاف والار والاكس كس كس كس، زي الكي والاس مع بعض كس كس، يبقى هتنطق كلها على بعض فكس فكس فكس. طيب نشوف البي ب والار والجي ج، يعني كبير. الاف والار والجي ج فك فك، اللي هو التين ل ال ل والار والبيب، يبقى كلها على بعض لب، اللي هي الشفاه لب لب. طيب هنا الاف والار والال ال هتتنطق بساوند واحد، ال هتبقى فل فل، اللي هو يعبئ او يملي. البيب والار والان مين، تبقى كلها على بعض بين بين، اللي هو دبوس الطرحه او الدبوس اللي احنا ابراز ده، اللي هو شكله كده اهو. قلنا المعلومه اللي نقول للطالب لو عايزين نفكره عشان هنوضح بين دي ودي، لو هو عايز يقصد الدبوس فهو هيفتكر راس الدبوس اللي هي من فوق. ماشي، هنا كلمه بين اللي هي بي ب بخفيفة، والاي اي والان بين بين، اللي هي طبعا ايه، سلة المخيلات اللي هي طبعا بنلقي فيها الغذاء. ناخد بالنا بين بين وبين بين وبين، اللي هو طبعا البين بين اللي هو دبوس الشعر، والبين بين وبين بين وبين، يبقى بين اللي هي سلة المخيلات.
هندرب الطالب على السؤال والإجابة وعلى الكلمات اللي هي محتوية على الفاول اي وصوته، ونخليه برضو نجيب له كلمات ونشوفه هو يعمل يعني سيركل على ليدر اي، وكمان نتدرب على السؤال والإجابة. طبعا ده بيعتمد على الصفات: I'm good, I'm bad, I'm ill, I'm fat, I'm weak, ضعيف، I'm healthy، أنا صحي، I'm excited، I'm sad. كل دي صفات بالنسبة طبعا لطالب لسه بيتأسس، فأنا لا هعمل له صفات سهلة. آخر نقطة في حرف الـ I، ليدر I، هنقول عليها لما تيجي كلمة رباعية الحروف وآخرها حرف الـ E وأوسطها حرف الـ R. يلا نشوف كده الفرق بينهم في إيه؟ بات. بات اللي هو طبعا أنا بكسر هنا بقول ب ب بات. اسمعوا كده الـ I هنا في الصوت ده، هقول إيه؟ بايت بايت. هنا الـ I أصحابي هترجع لصوتها I اي، صوتها زي اسمها، هنقول ايه؟ اي باي اي باي باي بايت بايت. يبقى هنا الاي عشان في اي في الاخر، اخر الكلمه وكلمه بسيطه رباعيه الحروف، فهنقول ايه؟ صوت حرف الاي هيرجع لاسمه اللي هو طبعا اسمه ايه؟ اي، فهنقول ايه؟ باي بايت بايت. طيب نسمع تاني الصوت ده، ست سيت، بحس فيها كسر كده، سيت سيت سيت. طب نسمع هنا صايت صايت. ليه الاي جت بصوتها اللي هي اي؟ عشان اخر الكلمه رباعيه الحروف واخرها حرف الاي، فهنقول ايه؟ صاي اي اسم الحرف، انا بقول حرف الاي، فهقول ايه؟ صاي صايت. طيب نشوف اخر كلمه هات هات، تحس هنا مكسورة ه ه هات. طب نسمع هنا الصوت لما آخر الكلمة حرف الإي وأوسطها حرف الأي، هنقول إيه؟ هاي هايت هايت. يبقى الأي هنا رجعت لصوتها صوت الأي أي أي، لكن هنا هنقول عليها إيه لما تكون ثلاثية أو هي لوحدها الأي في الكلمة، هنقول عليها إيه؟ يعني بكسرها وبفتح، اذا تحس ايه بين الفتح والكسر، هقول ايه؟ ب ب ب ايه ب ب ب ب ب بين الكسر وبين الفتح، ب ب بيت. هنا بايت بيت بايت. يبقى هنا رجعت صوت حرف الاي اللي اسمها لان الكلمه منتهيه بإي. هنا ست، تحس فيها كسر، ست سات سات. هنا سايت سايت اللي هي الاي اللي جات لصوتها عشان هي بإي. هات اللي هو يضرب، هايت طبعا الصوت رجع تاني صوت حرف الاي. وبكده اكون خلصت معاكم كل اللي ما يتعلق بالنسبه للطالب اللي هو في جي او في ثالثه ابتدائي. ده اللي هنعمله له مبدئيا، ان صوت حرف الاي لما بيجي شورت اي، وصوت حرف الاي لما بيجي لونج بيكون صوته اي. طبعا دي حاله من الحالات. كده انا خلصت الفيديو، اتمنى لايك واشتراك في اتمنى لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. انتظروني في الحلقه القادمه. باي باي.